سيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، سيدات والسادة أمهاتي المجاهدات وأبائي المجاهدين وأمهاتي أرامل الشهداء، إخواني وأخواتي من أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام، الحضور الكريم كل باسمه وجميل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله. لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل من بين الشهور، فرصع أيامه ولياليه بحلقات وضاءة في سلسلة متلألئة بنور الجهاد وليه، شهر الشهداء ورمز البطولات. ويشرفني أن ألتقي بكم في يوم من أيامه الغر الميامين وفي هذا المكان الرمز، لنستحضر بإكبار وإجلال ذكرى استشهاد القائد الهمام سليل هذه الربوع الطاهرة سي محمد العربي بن مهيدي، هذا البطل الذي سيبقى قدوة لا مثيل لها في نكران الذات والتضحية من أجل الوطن، فرغم مرور 65 سنة عن استشهاده ما زلنا بحاجة للبحث في مسيرته ومواقفه، وما زالت الأجيال المتعاقبة بحاجة إلى معرفة جوانب أخرى من الأدوار التي قام بها لصالح الثورة التحريرية المجيدة، مرورا بكل المراحل التي عايشها لتحضير انطلاقة الثورة التحريرية وإلى غاية أسره واستشهاده عليه رحمة الله، لأنه عاهد وطنه وأمته فوفى والتزم فتمسك بقضيته بقوة وصبر وإيمان حتى آخر نفس من أنفاسه الطاهرة. لقد عرف الشهيد البطل ومنذ نعومة أظفاره لدى كل من عرفه بشخصيته التي اختزلت كل معاني القيم السامية من محامد الأخلاق وحب الوطن، كما عرف بزهده في ملذات الدنيا والترفع عن طرفها وملذاتها. أيها الجمع الكريم، إن نشأة سي محمد بما تميزت به في ظروف تاريخية ورافقها من وقائع وأحداث وطنية جعلت منه قائدا فريدا خلال فترة التحضير للثورة التحريرية المباركة وعند اندلاعها وفي كل مراحلها الأولى، فسيرته عبارة عن مدرسة في غاية النبل والحكم السامية، بل كان بالفعل منهلا في العطاء والإيثار والتحمل والصبر وقدوة للأجيال، ولعل التضحية قد بلغت قمتها وأدركت عظمتها عندما لاقى ربه شهيدا بعد صمود وثبات على المبادئ لا مبدل ولا مغير. لقد جسد الحكيم من خلال أعماله الجليلة قمة التفاني في حب الوطن وذروة الوعي بالمسؤولية والتحلي بالجرأة والإقدام التي زعزعت أركان الاستعمار. فاستشهاده لم يكن نهاية رجل شجاع، إنما كان نهاية المستعمر في ترهيب وتعذيب والتنكيل بالمناضلين والمجاهدين، فقد ترك روح التضحية متجذرة في أفئدة بنات وأبناء الشعب الجزائري، وتركهم على العهد لمواصلة الكفاح إلى أن تكلل بتاج استرجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962. وسيظل اسم سي محمد العربي بن مهيدي مرادفا للشجاعة والإخلاص ورمزا من رموز التضحية والبطولة الذين نالوا شرف غرس الثورة
في الأفئدة والنفوس بتقدمهم صفوف أولئك الأفذاذ الذين وهبوا حياتهم فداء للحرية والسيادة التي ننعم في كنفها اليوم. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إذا كان سي محمد العربي بن مهيدي قد أدى ما عليه فعلى أجيال اليوم أن تجدد العهد مع قيمه ومع مبادئه والاستمرار على نهجه والوفاء لرسالته النبيلة والحفاظ على الوطن والدفاع عنه، وأن تكون في مستوى تلك التضحيات بالعمل وبذل المزيد من الجهود لتبرهن على أنها خير خلف لخير سلف. إن الرسالة المقدسة التي ورثتها الأجيال عن البطل محمد العربي بن مهيدي وعن كل شهدائنا الأبرار رسالة ثقيلة تتطلب من الجميع رص الصفوف والوحدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها عالمنا المعاصر، والتوجه جميعا نحو المستقبل بجعل بنات وأبناء الشعب الجزائري، كل الأبناء، كل أبناء الجزائر، طاقة متكاملة وقوة موحدة لتظل أمتنا قادرة على مواصلة العطاء وربح المعركة التي ينادي إليها الواجب الوطني للإسهام في المسيرة الحضارية للإنسانية وتقوية مواقف الجزائر المنسجمة مع روح ثورتنا التحريرية المباركة. ولن يتأتى ذلك إلا بقيم ومبادئ سامية ذكر بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين قال: نشحذ هممنا ونقوي عزيمتنا وإصرارنا وإيماننا ببناء الجزائر التي حلم بها الشهداء، ونستشعر مراقبتهم لنا في كل كبيرة وصغيرة، فنجد إذا أصابنا الكسل ونثابر إذا مسنا الملل، ونصبر عند الشدائد إذا حل بنا الضرر تيمنا بما فعلوا حتى نحقق الحلم المنشود لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة. أجل، هذه هي الواجبات والفضائل التي آمن بها أسلافنا، وهي القيم الرمزية الثورية الموروثة التي نقتفي على أثرها لصياغة عهد جديد ومستقبل واعد لبناء وطننا المفتح. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، في الأخير يطيب لي في هذا المقام المهيب أن أنوه بكل المجهودات التي بذلت لتئام هذا الجمع والاحتفاء بهذه الذكرى، وأتوجه بالتحية إلى سكان ولاية أمباغي قاطبة وعين بليلة خاصة، وإلى كل السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية الذين يتشرفون دوما باحتضان هذه الذكرى المجيدة والاحتفاء بها والاحتفاء بهذا الرمز الخالد. أقف وقفة إجلال وإكبار على روح الشهيد البطل سي محمد العربي بن مهيدي وكل رفاقه الذين نالوا شرف الشهادة من أجل أن يحيي الشعب الجزائري حرا سيدا على أرضه. والتحية إلى كل المجاهدات والمجاهدين وأرامل الشهداء، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ليكونوا شهودا على المزيد من التقدم والازدهار.